صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم تنخفض قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يسود طقس ربيعي دافئ خلال ساعات النهار، لكن تنخفض ليلا ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخر، خاصة في منطقة السهول والجبال العالية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء غالبا صافية مع 29 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية نشطة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية. المفرق رياح نشطة مع 29 إلى 14، إربد 27 إلى 15، جرش 28 إلى 16، وعجلون 26 إلى 15 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء رياح نشطة مع 30 إلى 17، عمان 28 إلى 16، نفس الأجواء والحرارات في بلقاء، مأدبة تفرق لبعض الغيوم 29 إلى 16، والبحر الميت 34 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك طقس صافي 28 إلى 16، الطفيلة رياح نشطة 27 إلى 17، الشوبك 25 إلى 16 مع رياح نشطة أيضا، معان رياح نشطة وأتربة مثارة مع 33 إلى 20 درجة مئوية، أما العقبة طقس حار مع 38 إلى 25 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، حيث تسجل درجات الحرارة 36 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17 درجة مئوية مع رياح نشطة وأتربة مثارة في عموم المنطقة الشرقية تشملكم من رويشد والصفاوي والأزرق. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.